بمناسبة المليون مشاهد في قناة اليوتيوب والمليار والخمسمية وأكثر مشاهدات، ماذا تحب أن تقول للجماهير ولكل من يسمعنا؟ وأنا طبعا يقول إذا حضر الماء بطل التيمم، أنا بسلم كل المايك وتصرف يعني في داك. معي مايك بدي يعطيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مثل هالمناسبات اللي لله الحمد تكررت على بداية فإنها تحقق نجاحات مستمرة، فضل الله ثم فضل جهود الجميع هنا، والفضل لله والشكر الأولا والأخيرا لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين اللي ووزارة الإعلام ممثلة وزير الإعلام ومعالي المستشار الإعلامي بالديوان الملكي سعود القحطاني اللي فعلا أتاحوا لنا الفرصة أن نقدم إعلام سعودي 100% يتبنى أبناء المملكة العربية السعودية وأبناء الخليج وبعض الدول العربية، لأن فعلا نكتشف مواهبهم ونخلق لهم فرص في مجال حياتهم ونطور مجال حياتهم، وأن نرسل فعلا رسائل من خلال هالبرامج اللي نعتبرها برامج ترفيهية مجتمعية بحتة تهتم في الجانب الإنساني وفي الجانب التربوي والترفيهي كذلك. ولله الحمد من نشأت بداية وحتى يومنا هذا وهي في تحسن الأفضل، لأن بداية حقيقة أنا أؤكد كشخص مسؤول عن بداية هي قناة وطنية بحتة بالمقام الأول تسعى أنها فعلا تضيف إلى ما يوجد في هذا الوطن العزيز اللي الحكومة ما قصرت في أنها تخلق كل الفرص لكل المواطنين في أفضل الفئات وأفضل الأماكن، فما حنا إلا نجاحنا نتيجة حقيقية لما أتيح لنا أن نقدم في هذا البلد. والشكر كل الشكر الآخر لجمهورنا الحبيب اللي آمن فينا وفعلا ساندنا في كل المواقف، وما كانت هالمشاهدات هالأرقام ما شاء الله المليونية والمليارية أن تصل لولا الله ثم هالجمهور الحبيب اللي فعلا حس أن نقدم مادة محبوبة له وبالتالي أصبح جزء منا. إحنا نعمل في هالبلد منا وفينا وعملنا فعلا منكم ولكم، فبالتالي كل الشباب اللي تشوفونهم يشتغلون عندنا ما هم إلا شبابكم عيالكم، والفرص اللي تتاح للشباب اللي موجودين في برامجنا كلها ما هي إلا فرصة نقدمها كهدية لشبابنا على أساس أنهم فعلا يصنعون لأنفسهم شيء مستقبلي. أتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن نخدم وطننا في كل المجالات، وأنا شاكر لكم وشاكر لحضوركم وشكرا لكم. تحية. بيض الله وجهك والله يجمل حالك، وإن لك علي ملاحظات فترى الوضع وحبي وأنا أعتبرك والدي، واللي تشوفه خطأ كذا فأحسن أنا أطلع بعض الحين على المواصيل وكذا